السيد الوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، السيد رئيس النادي محمود الخطيب، السيد رئيس الاتحاد المصري، إخواني وزملائي من الاتحاد الإفريقي، أيها الحضور الكريم، سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم بمصر، أرض الكنانة وأرض الأخوة والصداقة والضيافة. وفي البداية أود أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة لتوجيه عبارة الشكر والامتنان للاتحاد المصري، وكذلك للنادي المنظم نادي الأهلي المصري الذي نجح في تنظيم الدورة 45 من البطولة الإفريقية البطلة، نجاحاً يرقى إلى سمعة ومكانة هذا النادي العريق. إن هذه الدورة عرفت مشاركة 21 فريق بالنسبة للرجال و15 فريق بالنسبة للسيدات، وكذلك عرفت مستوى تقني رفيع، وكذلك تنظيما محكما، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة. وكذلك بالمناسبة أتقدم بالشكر للجنة المنظمة وللحكام واللاعبين والأطر على هذا المستوى الرياضي العالي الذي جعل من هذه الدورة ناجحة بامتياز. أتمنى أن دورة السيدات تحدو نفس الحد. أيها السيدات والسادة، إننا بمعية أعضاء الاتحاد الإفريقي للكونفدرالية الأفريقية نسعى جاهدين لفتح المجال لكل الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في مثل هذه التظاهرات، وهدفنا الوحيد هو الارتقاء بمستوى الكرة الطائرة الأفريقية حتى تصبح كمثيلاتها في باقي القارات. إن تنظيم منافسات القارية تتميز بالتنافسية والروح الرياضية العالية كهذه التي نحن بصددها، يبقى السبيل الوحيد للرفع من المستوى التقني والتعليمي للاعباتنا واتحاداتنا الإفريقية حتى تنالوا لحسن تمثيل. وأنني على ثقة تامة في قدرات ومؤهلات لاعباتنا لتحقيق هذا المبتغى. وفي ختام هذه الكلمة، لابد من شكر الوزارة الوصية على الرياضة، كما أني لا يفوتني أن أتقدم بخالص التحيات لجميع مكونات الكرة الطائرة الإفريقية من رؤساء وأطر تقنية وإدارية وحكام. نسأل الله أن يعيننا على خدمة الكرة الطائرة الإفريقية كل من موقعه. إخواني أعضاء المكتب التنفيذي، لكم كل الاحترام وكل المودة والتقدير. اسمحوا لي يمكن في كلمة، لأن في 10 فرق بيتكلموا بفرنساوي، إذا ما يفهموش الإنجليزي والعربي. Bonjour à tous, chère famille du volleyball africain. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie d'ouverture de championnat d'Afrique des dames. Aujourd'hui, nous avons 15 équipes participantes et nous avons enregistré un nombre intéressant dans les trois dernières années. Je vous souhaite la bienvenue. En votre nom, permettez-moi de remercier la Fédération égyptienne d'avoir abrité ce grand événement. Je remercie également Nadi Al-Ahli pour avoir abrité et relevé le défi de relever et d'abriter deux événements de grande envergure, celui des hommes et celui des dames, qui a connu un grand succès. Donc en votre nom, je vous remercie tous. Et mon message peut-être s'adresse aux joueurs. Je voudrais que le fair play règne et que vous vous montrez la meilleure image de la Confédération africaine. Je vous souhaite à tous une bonne compétition et bonne continuation. Et merci pour votre attention.